أما سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الشماس نيكوفوريوس حنحن كاهناً على مذبح الرب، وذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية. وخاطب سيادته الكاهنة الجديدة قائلاً: أوصيك أن تحمل صليب خدمة المسيح بكل تواضع ومحبة لخدمة الرعية، وأن تكون مسؤولاً عن تفقد المرضى. عاون سيادته في الخدمة لفيف من الكهنة والشمامسة بحضور عائلة الكاهن حنحن وجمع من المؤمنين. من هاي اللحظة بسلمك خدمة الافتقاد في الكنيسة. أنت رح تكون مسؤول عن الزيارات بالمستشفيات، حتى دجول كل المستشفيات في العاصمة عمان، حتى نقدر إنه نخدم المرضى الموجودين على أسرة المرض والشفاء. تكون بجنبهم أنت نيابة عني كأسقف وعن الكنيسة، تكون بالقريب منهم، ومعك رح يكون القديس نكتاريوس والقديس نيكيفوروس، ورح تشوف قديش النعم اللي رح يعطوك إياها حتى تقدر إنك تنجح بخدمتك هاي العظيمة والمباركة. زي ما عنا خدمة السجون يا ابني، لازم نهتم بأبنائنا المرضى اللي بيكونوا في المستشفيات وفي البيوت ونحن مقصرين في حقهم. عشان هيك بدي أخصصك أنت شاب مع فريق من الشباب والصبايا اللي أنت رح تختارهم، حتى يكونوا معاونين إلك ومعهم رهبان، حتى تقدروا إنكم تكونوا بكل المستشفيات تزوروا مرضانا وتكونوا قريبين منهم.